كوتو حط كرة طويلة ملعوبة ضربوهم ضربوهم بنفس السيناريو كرة جول كرة جول 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 مش ممكن هذا كلام آخر هذا كلام ثاني هذا يحب الفقير هذا يشجعون الصغير وجيرونا يكبر مع الأيام يكبر مع الزمان 1-0 عن طريق الأوكراني شوف الكونتراتاك فارس يقول إن كنت أنت رائع أنا الأروع يا برازيلي بالرأس وجول جول 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 ليفاندوفسكي ماذا قلت لكم هجوم البرصة يسجل وهو يعادل الأرقام كرة من الركنية كرة أعلى من الدفاع كرة فوق الجدار يضربها القناص كانسيلو ضيقين المدرب سانشيز ضيق على خطورة كانسيلو من رواق ليس ما شفناش برشا جواو ترجع الكرة من جواو كانسيلو كانسيلو أمام كوتو يلعب على 1-2 عالمية جول 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 مش ممكن مش ممكن الحارس تصدق مش ممكن الحارس الأرجنتيني فسخها يراوغ بيه ويتعدى وكوتو ملاعبي هذا العشرين بشعيرات الحمر ملاعبي والكرة ترجع من لك كانسيلو شوت ممكن عادل كنتيجة عطفا على الفرص من الجانبين شوف شقهم الكل شقهم الكل خذاهم الكل يمشي دوبيك يمشي شوت في شوت دوبيك 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 حط الكرة مرة أخرى محاولة حل اللعب للسافيو يمشي السافيو هذه خطيرة بسهولة سافيو وضعت الكرة ضاعت الكرة من ميغيل جوتيريز ملا جيرونا ملا جيرونا ملا جي ملا جي ملا رجع لقائد الفريق بليند الهولندي واحدة واثنين اوه جمعية تعمل عليها كيف يلعب كورة ممتاز فريق جيرونا يمشي جيرونا ممتاز مرة أخرى جوتيريز جوتيريز والثاني حطاله يحطاله جوتيريز كجولاسو يا ابو راس يا ابو راس يا ابو راس راسك ناشف راسك كاسح الاولى نضيعها الثاني نضيعها الثالث نفرح العشاق الملايين عفوا الاف عاشقا لجيرونا جيرونا 2-1 في الأربعين 2-1 في الأربعين أي سيناريو يا ميغيل أي سيناريو يا دون ميغيل كاكولاسو يا جوتيريز شوف الأربع شوف الوسط يمشي فيليكس جواو كرة من فيليكس حط الكرة وين دي يونغ شوت شوت يا دي يونغ اسمع الكلام شوت دي يونغ اسمع كلامي ممتازة كانسيلو ماش تسلل يمشي جواو ولا فران هذا فران توريس خطيرة وغوندوغان مش ممكن غوندوغان ضيع التعادل غوندوغان ضيع التعادل غوندوغان ضيع الامباتي بلغة الاسبان اللي جيرونا اف سي كره طويله يمشي كره بالراس خطيره جدا لو وصل لها يا ربي يا ربي والثالث وحط الثالث حط الثالث انا 11 جولاسو فاليري هذا هو جيرونا هذا هو جيرونا يا ساده يستثمر الفرص ويستانس بالتاريخ يا كاتب التاريخ ايش اخدم على روحك يا كاتب التاريخ ايش اعمل على روحك ايش اكتب الاسطوره ايش اكتب تاريخ جول 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 ديل جيرونا سيلتفون ويلفون المدينه باعلامهم وبأقمصتهم بكل افتخار نحن جيرونا يا بارسا نمشي الكرة عن طريق الهجوم يامال يامال وفران توريس 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 ممكن الثاني الآن غوندوغان والثاني والهدف الثاني الهدف الثاني كاي غوندوغان هذه الخمسة هذه الخمسة المضمونة هذه خماسية الأهداف غوندوغان في ثامن المحاولات يسجل الهدف الثاني البارسا بذكريات الريمونتادس ما زالوا 3.5 3 دقائق بينما جيرونا يستقبل ديبورتيفو لافيش في استاد يوم 18 خطيره للرابع خطيره للرابع خطيره للرابع خطيره والرابع 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 اسطواني ملا مدرب عليك يا جيرونا ملا كوتشينج عليك يا ميتشيل سانشيز لاعبين يعطيه حق الراجل
نعطيه حق سانشيز، ميتشيل نعطيه حق، أيضا جيرونا، جيرونا انتصر لأنه كان حق، جيرونا فاز.